السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. باقي بغير مقدمات، بكرة ليلة النصف من شعبان يا جماعة، بكرة ليلة المغفرة لكل ذنوب حياتنا، الذنوب اللي خلت قلوبنا سودة. بكرة يوم تطهير القلوب، بكرة يوم رفع البلاء والوباء عن الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليه مش البلاء والوباء ده بسبب الذنوب يا إخواني ولا لأ؟ المسلسلات التركي اللي أفسدت تفكير جيل كامل من البنات، ما حدش عارفة تتجوز، بتتجوز بتطلق على طول لأنها عندها تصور وهمي عن الزوج الجميل الغني. المسلسلات بتاعت النتفليكس اللي الأم قاعدة تتفرج عليها يا شباب، اللي ما بين شذوذ جنسي، اللي ما بين زنا محارم، البيدوفيليا، الزنا، والعياذ بالله. بكرة ليلة النصف من شعبان، من مغرب الثلاث لحد فجر الأربعاء، بكرة فرصة إن ملايين الذنوب، يعني العادة السرية ذنب واحد، الفرجة على بورنو كليب ذنب، الفرجة على مكالمة حرام ذنب، يعني تخيلوا كمية الذنوب اللي احنا عملناها في حياتنا. بكرة ليلة النصف من شعبان، ما ننساش ابدا واحد كنت بزوره قبل ما يموت بساعات، فبيقول لي انا امنت مستقبل ولادي، انا سايب لهم حتة ارض في المكان الفلاني بملايين. الراجل مات الله يرحمه، بعدها بشهور ولاده باعوا الارض وفلوس الارض اتبعترت وكل حاجة راحت. لما بفتكر الموقف ده اقول سبحان الله، تأمين المستقبل في العمل الصالح. بكرة ليلة النصف من شعبان، يعني اخطر ليله في عمرنا كله، زي كما النبي عليه الصلاه والسلام قال في البيهقي والطبراني وحسنوا الالباني، عن ابي ثعلب الخشني، وفي روايات صحيحه ثبتت عن ابو بكر الصديق وعن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله الى جميع خلقه. يعني هيطلع اليكي، هيطلع اليك، ده كلام منتهى يا جماعه، اطلع الله الى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. يعني القاضي لما يطلع على القضية بيفصص كلمة كلمة فيها. الله يطلع على قلبك بكل اللي فيه، قلبك جواه ايه، قلبك فيه ايه. بكرة قلبك يعرض على الله، جاهزة بعد 24 ساعة ان قلبك يعرض على الله، جاهز ان قلبك يعرض على الله، جاهزة قلبك بشهواته وشبهاته وشكوكه ومشاكله والتعلق بغير الله وكل اللي جوانا ده يا جماعة، جاهزين ان قلوبنا تعرض على الله سبحانه وتعالى بعد 24 ساعة. عشان كده لازم نلحق يا جماعة، لان فرصة المغفرة ابليس زمانه هيموت، لان بعد ليلة كل ذنوبك بتاعت السنة اللي فاتت تتغفر باذن الله. عارف يعني ايه؟ يعني شقى عمر ابليس السنة اللي فاتت معاك ومع شباب الامة ومع الدنيا كلها بيضيع في ليلة، ربنا بيحرقه له في ليلة، مقابل حاجتين، ان ما يكونش في شرك ولا يكون في شحناء الا لمشرك او مشاحن. ده الموانع بالمغفرة. يبقى قلبك بقى راقب قلبك، نيتك اخبارها ايه، اخلاصك شكله ايه. عشان كده لازم يكون ليك خبيئة عمل بينك وبين ربنا. الحق بقى اعمل حاجة بينك وبين ربنا ما تقولهاش لحد ولا تكلم مخلوق عليها. الحق بقى جدد ان مفيش في قلبك غير الله شحناء. اوعى اخبارك مع زوجتك ايه، اخبارك مع زوجك ايه، اخبارك مع، ابدا الاول واحدة واحدة كده، ارحامك، اخواتك، قرايبك، حبايبك، اصحابك، زمايلك في الشغل، زميلاتك، سلفتك، جارتك، المجتمع اللي محيط بيك الا لمشرك او مشاحن. يعني اللي عنده فساد في العلاقة بالله اللي هو المشرك، واللي عنده فساد في العلاقة بالمخلوق، الفساد في العلاقة بالخالق مشرك، وفساد في العلاقة بالمخلوق مشاحن. كلمة خطيرة جدا يا جماعة، بكرة ليلة النصف من شعبان، صحيفتك هترفع لربنا ازاي في اخر شعبان وهي كده. السنة اللي فاتت 365 صلاة فجر صليت منهم كم فجر، 365 جلسة ضحى قعدت منهم كم جلسة ضحى، 2000 مرة ربنا نادى عليك في صلاة الفريضة، 2000 مرة، 150 خمس مرات في اليوم، 150 مرة في الشهر، 2000 مرة تقريبا في السنة. كم مرة لبيت نداء ربنا، وكم مرة حطيت المخدة على راسك ونمتي، كم مرة يا جماعة. احنا ذنوب سنة صحيفة ترفع لربنا، مليان ابيض ومليان اسود، ليلة النص من شعبان بتشيل اسود، تقوم ترفع الصحيفة في اخر شعبان كلها ابيض بس، يا رب اغفر لينا يا رب. يبقى ليلة النصف من شعبان دي بيغفر فيها الذنوب، الذنوب اللي مسودة قلوبنا، الذنوب اللي مالية صدورنا بالاكتئاب، الذنوب اللي مالية حياتنا بالابتلاءات، الذنوب اللي منع عننا تنزل فرج الله ونصرة الله ورزق الله، الذنوب اللي طول ما هي في الصحيفة صحيفتك هترفع لربنا، مليانة ذنوب كده بالمنظر ده ازاي؟ شقى عمر ابليس هيتحطم بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى بمغفرة الله لكل الذنوب اللي ابليس هو وجنوده طلع روح
صححهم طول السنة عشان يوقعونا فيها. إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى جميع أهل الأرض، يعني أنت داخل في الامتحان ربنا يطلع عليك بكرة، ربنا لو مدير الشغل اطلع عليك هتعمل إيه، لو مدير الجامعة اطلع عليك وأنت أستاذ في الجامعة، لو مدير المستشفى وأنت دكتورة أو ممرضة فيها اطلع عليك هيبقى أدائك شكله إيه. هي ليلة ما فيش فيها حاجة مميزة عن أي ليلة في العبادة، ولكن هنبذل مجهودنا لربنا عشان نتعرض لمغفرة الله. مغفرة عامة يا جماعة، مليون ذنب في ساعة، انتوا متخيلين في ليلة كل ذنوب عمرنا ممكن تغفر؟ ايه الكرم ده يا رب. هو ربنا لما بيدي كده يا جماعة، يوم القيامة مش حاجة سهلة، الاخرة مش حاجة سهلة، عايزين نقتنص الفرص دي، هنندم عليها، هنندم على الفرص دي لو ضيعناها شباب. يعني احد السلف بيقول من قال لك سآخذ منك حقي على الصراط فهو لا يعرف الصراط. ده الصراط ده واحد بيعدي على حد سيف وتحته جهنم ولا يعرف الصراط. لما امرأة جميلة اوي اوي اوي، ولكن امرأة يعني ايه، يعني بتلعب يعني بأهواء الشباب وأهواء الناس، يعني مش ماشية منحرف، ولكن هي ايه يعني تحب تفتن الناس وتنال اعجاب. ففي واحد اسمه ربيع بن خثيم، وفي واحد اسمه عمير ابن عبيد، يعني بعض السلف الصالحين، فقالت انا لازم افتن الناس دي. فرحت لواحد منهم وايه هي منقبه كده، وقالت له في فتوى على جنب، بس على جنب قامت منزله النقاب، فوشها بقى وجمال ملامحها بقى، ف يعني منظر يعني يشد اي راجل في قلبه ضعف او في قلبه شهوه. فقال اتق الله وغطي وجهك. فقالت اني قد فتنت بك. هي تراهنت مع جوزها، يعني هي بتلعب بيه، مش واحده يعني شمال ولا اعوذ بالله، هي بس بتلعب بيه، يعني ايه راهن كده انا اقدر اوقع اي حد، حتى لو كان ربيع بن خثيم، حتى لو كان مين من صالح الزمان. فقالت اني قد فتنت بك. فقال يا امة الله، رايت ان دخلت قبرك وضم عليك قبرك حتى ضاقت اضلاعك، اكنت تتمنين ان اجيبك الى طلبك ام لا؟ قالت اللهم لا. قال افرايت ان نصبت الموازين يوم القيامه ولا تدرين ايثقل كفه الحسنات ام كفه السيئات، اكنت تودين ان اجيب طلبك أم لا؟ قالت اللهم لا. قال أفرأيت إن عبرت الصراط ولا تدرين أتجيزين الصراط أم تسقطين في جهنم، أكنت تودين أن أجيب طلبك أم لا؟ قالت اللهم لا. قال أفرأيت إن أتاك ملك الموت الآن ليقبض روحك لتصعد إلى السماء، أكنت تودين أن أجيب طلبك أم لا؟ قالت اللهم لا. قال فاتق الله يا أمة الله. رجعت وتابت وتدينت وبقت صوامة قوامة. جوزها بقى بيصرخ بيقول أفسد علي زوجتي، كانت عروس كل ليلة فصارت صوامة قوامة. الهداية بتيجي في لحظة يا جماعة، الموضوع كبير، عايزين نتوب، عايزين قلوبنا تتزلزل، عايزين نفتكر لحظات الدار الآخرة الفاصلة اللي ممكن تزلزل قلوبنا وتزلزل حياتنا. مش الأيام دي أيام النتفليكس، مش الأيام دي أيام الشاشات الزرقاء، مش الأيام دي أيام معاصي السر، مش الأيام دي، الأيام دي أيام التوسل والتضرع واللجوء إلى الله ورحمة ربنا. إن في وباء الكورونا اللي إحنا إذا كان كورونا نهاية فليلة النصف من شعبان بداية، إذا كان كورونا يعني يقول لك الأيام 2020 يا جماعة بداية الحياة، ليلة النصف من شعبان بداية جديدة مع الله، بداية جديدة مع قلبك والحياة، تطهير للذنوب، حياة بلا ذنوب، تتخيلوا تبقى جميلة قد ايه يا شباب. عشان كده اللي لازم نلحق نعمله صالحوا اي حد منكم وبينه مشكله، ده يوم مصالحات رهيب، بسرعه وما تقولوش عشان ليله النصف. اللي مش عارف مش عارف بقى، صالحوا الناس وخلاص، تواصلوا، حبوا بعض، انشروا الحب، صالح مراتك، صالح زوجك، صالح جيرانك، صالح قرايبك، صالح ارحامك، صالح زمايلك، صالحوا بعض. يا عم اصل على نفسك كيس ليمون، ده مغفره ذنوبك يا عم. ده انا لو قلت لك فلان اللي انت زعلان منه ده خد مليون جنيه وقوم اتصالح معاها، تعصر على نفسك غط ليمون. طب امال مغفرة الذنوب اللي أغلى من الدنيا واللي فيها، اللي هينهمر عليك العطاءات لو تمت الدنيا وآخرة، يبقى احنا نيجي على نفسنا قد ايه عشان ربنا يغفر لنا ذنوبنا؟ إلا لمشرك أو مشاحن نجدد الإخلاص في قلوبنا. بكرة بإذن الله هنقف وقفة بس مباشر مع الفرحة الليلة، مع يا رب تبقى الفرحة بكرة بقى فرحة مغفرة الذنوب، فرحة رفع الوباء، فرحة حرق قلب إبليس، فرحة شيل النكت السوداء من قلوبنا برفق ربنا ولطفه وكرمه ومنه ورأفته ولطفه، فرحة انهمار العطاءات علينا لما الذنوب تغفر، فرحة رفع الصحيفة إلى الله بدون ذنوب طاهرة مطهرة، فرحة استقبال رمضان وإحنا من غير ذنوب تمنع عننا فتح ربنا. بكرة الفرحة بإذن الله يا جماعة، استعدوا بقى معانا 24 ساعة واستعداد عشان بكرة فرحة بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، اللهم ارفع عنا
البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. شدوا حيلكم يا شباب، ما تضيعوش الليله، يلا الليله تبقى بروفة لبكره بقى، يلا صلحوا بعضنا شويه اتصالات بقى بالارحام والحبايب والاصحاب، انشروا الحب في الدنيا كلها عشان ربنا يغفر لنا ويغفر للامه، وعرفوا الدنيا كلها ان بكره ليله النصف من شعبان، عرفي الدنيا كلها ان بكره من مغرب الثلاث لفجر الاربع باذن الله ليله النصف من شعبان ليله اخطر ليله في السنه كلها، ليله المغفره العامه. اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.